بيج رامي بطل مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي. الشتاء قادم على المسرح غدا. هذه عبارة بيج رامي على مسرح بطولة مستر أولمبيا قبل ساعات من انطلاق المنافسات النهائية. وبالفعل أثبت بيج رامي المقولة وحضر الشتاء إلى مسرح البطولة وحقق البطل المصري اللقب الثاني له على التوالي. المنافسة لرامي السبيعي لم تكن سهلة، حيث حقق اللقب على حساب حامل لقب عام 2019 براندون كوري الذي حل ثانيا، والإيراني هادي تشوبين الذي حل ثالثا. بعد الفوز علق بيج رامي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا: تعال تعال جنب أخوك، مكانك محفوظ الحمد لله. حصد بيج رامي لقبه الثاني من أصل 8 مشاركات في مسابقة مستر أولمبيا، وسبق لبيج رامي الحصول على المركز الثاني في ذات المسابقة قبل 4 سنوات. البطولة التي تقام بشكل سنوي تعد الأكثر أهمية في عالم منافسات كمال الأجسام، وأقيمت نسخة 2020 في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وشهدت التتويج المصري والإفريقي الأول على الإطلاق بواسطة بيج رامي. ويعد بيج رامي ثاني عربي يحقق إنجاز الفوز بمستر أولمبيا بعد اللبناني سمير بنوت الذي فعلها عام 1983، ويحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي. ويعد الأمريكي ليهاني أكثر من فاز باللقب برصيد 8 مرات، مثله مثل مواطنه روني كولمان، ويليهما النمساوي نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر ب7 مرات. وكانت البطولة انطلقت في نسختها الأولى عام 1965، وحصد الأمريكي لاري سكوت اللقب في أول عامين. لكن الفائز الأشهر بلقب مستر أولمبيا كان وسيظل أرنولد شوارزنيجر نجم هوليوود والحاكم الأسبق لولاية كاليفورنيا. وكان بيج رامي قريبا من حصد اللقب عام 2017، لكنه حل ثانيا خلف الأسطورة الأمريكية فيل هيث الذي سيطر على المركز الأول ل7 أعوام متتالية. ولكن يطل بطل مصري في سماء بطولة مستر أولمبيا ويفوز باللقب مرتين متتاليتين ليسطر اسما من ذهب بين هؤلاء الكبار. إنه بيج رامي يا سادة، فهل يستطيع تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي العام المقبل؟